يتداعى داعش يوما بعد آخر إثر الضربات الموجعة التي تلقاها والخسائر التي تكبدها آخرها في العراق. هذا التنظيم الإرهابي يعترف اليوم بانهياره سواء في العراق أو ليبيا وقريبا في سوريا. تكشف أخبار الآن وثيقة حصرية هي رسالة يتحدث فيها أحد قيادي داعش عن أسباب كره الناس للتنظيم وكيف أمعن داعش بظلمهم وانشغل بسرقة أموالهم حتى بلغ حكمه السقوط المحتوم. كل ذلك تتابعونه مساء اليوم في برنامج استوديو الآن، السابعة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت الإمارات.